يا مساء الفل، اهلا وسهلا بيكم في مطبخ اكلات زمان. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكريب بطريقه تحفه والنتيجه هايله. تعالوا نسمي الله، ما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو منك كده، وتعالوا نشوف الكريب هنعمله ازاي. كل المكونات ان شاء الله هكتبها لك في صندوق الوصف، اللبن والبيض والدقيق والزبده بحطهم في الدوره وبضربهم كويس جدا بالهاند بلندر. بحط على البيض معلقه كبيره من الخل علشان يديني طراوه كده وهشاشه للعجينه، ولو مفيش هاند بلندر هتحطيهم في الخلاط وتضربيهم كويس جدا لحد ما الخليط ينعم معاكي. الخليط بتاع الكريب بيبقى اخف من العجينه بتاعه الكيكه، بنسيبها ترتاح 10 دقايق، ولو لقيتيها تقلت معاكي هتخففيها بميه او بلبن. جبت طاسه، وتكون طاسه سيراميك او طاسه تيفال، ودهنتها بالزبده ونزلت بالخليط بتاع الكريب. لما تيجي تحطي الخليط في الطاسه تكون الطاسه بعيده عن النار علشان تعرفي توزعي العجينه. طبعا النار نار متوسطه، هتبصي تلاقيه من الجناب كده فصل، هتقلبيه الناحيه التانيه. شايفين اللهم بارك لونه عامل ازاي؟ تحفه. جنب صينيه وفوطه، واللي بطلعه بغطيه على طول علشان ما ينشفش مني. وبين كل رغيف ورغيف بدهن دهنه كده من الزبده علشان يديني اللون الجميل اللي انت شفتيه دوت. شايفين اللهم بارك، تحفه يا بنات، طري جدا، حاجه كده ما شاء الله خطيره. شايفين عامل ازاي؟ طبعا الحشوات اللي انت بتحبيها مش هيقول لا. انا عندي الولاد بتحب الهوت دوج، فبحب دايما اعمل الكريب بالهوت دوج. ممكن تعملي بالبرجر، وممكن تعملي ستريبس، ممكن تعملي بانيه، لحمه معصجه، بطاطس مقليه زي ما هنعمل مع بعض دلوقتي، اي حاجه مش هيقول لا. جبت مكعب زبده، ولما المكعب ساح نزلت كده بالهوت دوج، بشوح الهوت دوج مع مكعب الزبده بيديها طعم حلو جدا. وبعد كده نزلت بشرايح البصل وشرايح الفلفل، شوحتهم مع بعض كده لمده دقيقتين ثلاثه لحد ما يتبلوا، وشويه بهارات بسيطه كده، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كل ده ان شاء الله هكتبه لك في صندوق الوصف. بيدي ريحه كده حلوه وتست حلوه قوي للحشوه. معلقتين من الميه علشان يدوبوا لي البهارات اللي انا حطيتها، وكاتشب، وحطيت باربيكيو صوص بيديله طعم مدخن كده وحلو. وكده الخلطه بقت جاهزه معايا، تحفه الحشوه دي يا بنات. جبت الرغيف بتاع الكريب وبنصصه كده، وبحط الحشوه اللي انا عملتها، بحط الجبنه، بحط الكاتشب، وبقفلها قفله مثلث ملتهى السهوله زي ما انتم شايفين كده. شايفين تحفه. هعمل واحد تاني معاكم. جبت الكريب بنصصه كده، وبحط الكاتشب، بحط جبنه، دوت انا عملته بالبطاطس كان طعمه حلو جدا، قليت البطاطس كده وحطيتها، وحطيت الجبنه، وبنقفله قفله مثلث، بندخل طرف لجوه والطرف التاني بيبقى لبره. مفيش اسهل من كده، زي ما انتوا شايفين خطير. اللهم بارك، المقدار ده طلع لي 9 سندوتشات حلوه قوي قوي قوي. جبت بقى الطاسه اللي انا كنت بعمل فيها الكريب، ودهنتها كده بالزبده، وهحط الكريب عشان اديله كده تحميصه واديله لون الجميل زي اللي بنجيبه جاهز كده من بره. بسيبه دقيقتين ثلاثه هياخد لون كده، هبدا اقلبه على طول الناحيه الثانيه زي ما انتم شايفين. شايفين اللهم بارك، تحفه. بدهنه كده بالفرشه بالزبده عشان يديلي لون اللمعه كده، وكده بقى جاهز معايا. كمان بقلبه كده على الجناب علشان كله يبقى متحمص، الظهر والوش والجناب كله يبقى متحمص واخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه وشايفينه ده. كده الفيديو خلص، ما تنسيش لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.